إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن تسريبات بيانات البطاقة التموينية للمواطنين العراقيين وكذلك المعلومات الشخصية المتعلقة بهم توازيا مع حظر الحكومة لتطبيق التليجرام في العراق، معنا من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. مساء الخير أستاذ بهاء. هل ترى أنه من المنطقي حظر تطبيق ضخم وواسع الانتشار مثل التليجرام بسبب تسريب بيانات البطاقة التموينية للمواطنين العراقيين وكذلك معلومات شخصية عنهم؟ كيف تقرأ معالجة الحكومة لهذه التسريبات؟ نعم، في البداية تطبيق التليجرام يحظى بشعبية كبيرة في العراق باعتبار أنه كثير من الطلبة يستخدمون هذا التطبيق. عدد مستخدميه فاق 16 مليون بالنسبة لحجم يعني سكان العراق البالغ 40 او 42 مليون، يعني يعتبر رقم كبير جدا يستخدمون هذا التطبيق. لكن اجراءات الحكومه في حظر تطبيق التليجرام بعد تسريب بيانات بهذه الخطوره بهذه الطريقه اللي شاهدناها باعتبارها كرد فعل انتقامي، لانه تسريب البيانات هذه يعني حدثت ما بعد حظر تطبيق التليجرام. يعني في البدايه كان هنالك تسريب بيانات للبطاقه التموينيه البطاقه الشخصيه، وبعدها تم تسريب بيانات البطاقه التموينيه بعد حظر تطبيق التليجرام. فهذا معناه ان هنالك تحدي من هذه الجهات اللي سربت هذه البيانات، وهنالك عجز من الحكومه في التصرف المثالي اتجاه هذا الامر. وموضوع الحظر يعني كما ذكرتم في تقريركم يعني الموضوع بدائي، لان الان الوصول عن طريق تطبيقات البي بي ام اصبح يعني رخيص وزاهي زهيد الثمن. ممكن لاي شخص تحميل تطبيق بي بي ام بسعر دولارين في الشهر، وبامكانه الدخول على تطبيق التليجرام واستعماله بشكل طبيعي. لكن الاساس المشكله لن تتمكن الحكومه العراقيه من اتخاذ اي اجراء مناسب لحجم الكارثه التي حصلت، وبالتالي هنالك ضعف حقيقي في اداء الحكومه العراقيه إزاء هذه الكارثة التي حصلت. طيب السؤال هنا، أين الأمن السيبراني وحماية المعلومات في دولة مثل العراق؟ مفترض أنه تمتلك موارد كبيرة، دعم دولي كبير، خصوصا بهذه الجهات اللي هي البرامج الخطيرة. نعم، في الحقيقة العراق لا يمتلك أمن سيبراني حقيقي، لا يمتلك منظومة أو هيئة متخصصة في الأمن السيبراني. كل اللي موجود عنده عباره عن اقسام داخل وزارات، يعني مثلا الامن القومي، يعني جهه الامن الوطني مثلا عندهم قسم خاص بالامن السيبراني، لكن لا توجد مؤسسه او هيئه كامله بامكانها ان تستلم موضوع الامن السيبراني بالعراق. ناهيك على انه في عام 21 سايبر سيكيورتي اندكس اللي هو مؤشر الامن السيبراني العالمي وضع العراق في المركز رقم 129 من اصل 182 دوله في العالم، 17 عربيا. يعني على مستوى الوطن العربي كان العراق متفوق فقط على جيبوتي والصومال وموريتانيا واليمن. نعم. تخيل حجم الضعف في الامن السيبراني في العراق منذ عام 21 قبل تسريب هذه البيانات. في نعم. الحال الان الوضع يعني اكثر سوءا، والوضع وصل الى مرحله بحيث انه المواطن اصبح كتاب مكشوف، يعني مفتوح لكل الاجهزه العامله في العراق، سواء المخابرات سواء جواسيس. يعني بهذه الطريقه الان يدار العراق بسبب التغلغل الميليشيات داخل دوائر الدوله في العراق. رئيس لجنه العراق في الاتحاد الاوروبي السابق ستراوس ستيفنسون ذكر في احد لقاءاته بانه في عام 2003 اثناء دخول الاحتلال الامريكي فينا في القدس او الحرس الثوري درب اكثر من 32 الف عنصر من اجل ان يحتلون مراكز حساسه داخل الدوله العراقيه، وفعلا تم هذا الامر. فانت عندك اكثر من 32 الف موظف يعمل لدى ايران ويستلم راتب من ايران متغلغل داخل اجهزه الدوله الحساسه، فكيف لك ان يكون لديك اي امن سيبراني؟ بالاضافه الى انه الدوائر الرسميه نفسها ما زالت تعتمد على انظمه قديمه. البيانات اللي احنا شفناها هي عباره عن ملفات اكسل، وهذا شيء يعني خطر جدا انه بيانات المواطنين وبهذا الحجم يتم وضعها على ملفات اكسل قليله الحمايه بهذه الصور. وهنالك سوء تصرف ايضا من الوزارات ومن الدوائر الرسميه، وايضا هنالك تقصير من الحكومه اللي تمتلك كل هذه الموارد والمليارات التي تصرف كل عام، لكن لا يوجد لديها حتى الان
هيئة متخصصة أو منظومة متخصصة ممكن أن تجمع بين طياتها كل الأقسام اللي تابعة للوزارات والهيئات الرسمية من أجل أن تدير الأمن السيبراني في العراق. وهذا الشيء طبعا إيران لن تقبل به ولا تستطيع الحكومة معارضة إيران على. إذن هي ليست عملية اختراق بل هي جهات لديها يعني إمكانية الوصول إلى هذه المؤسسات الحساسة داخل الدولة وتقوم بوضع يدها بكل سهولة من أجل إيصال رسالة. لا ليست اختراق إطلاقا. يعني الآن أنت لو تدخل إلى أي موقع حكومي، أي موقع، ادخل على موقع وزارة التربية، لأن الآن احنا للنتائج اليوم بدأ، ادخل على موقع وزارة التربية، عندما تحاول الدخول إلى أي صفحة داخل الموقع يجب أن تجتاز اختبار أمني، وهذا أمر يعني بدائي جدا انه اكتب هل انت روبوت ام انت لست روبوت. هذا امر يعني مستحيل انه امن دوله بهذا الحجم وموقع تابع لوزاره كبيره مثل وزاره التربيه تحتوي على ملفات اكثر من 24 مليون طالب في العراق، وبالتالي بهذا الوضع مواقعها الرسميه ناهيك عن سهوله اختراقها. يعني كل المواقع سهله الاختراق، والدليل انه حتى موقع هيئه الاتصالات تم اختراقها في نفس الليله اللي تم حجب فيها تطبيق التليجرام. فهذا يعطيك الصورة واضحه عن مدى هشاشه الامن السيبراني في العراق. وهذا يقودنا الى سؤال انه لماذا لا يجري تقييد الوصول ومقاضاه المجموعات على التليجرام التابعه للميليشيات بدل من تقييد او ايقاف التطبيق ككل بالعراق؟ شوف، اي شخص يحاول ان يقيد او يتدخل في الميليشيات او يقف ضد الميليشيات راح يخسر يعني واحد من الاثنين، اما يخسر وظيفته اما يخسر حياته، لانه ايران متغلغله بشكل كبير داخل هذه الدوائر. اي شخص ممكن ان يحاول انه يعطل وصول هذه الميليشيات الى تطبيق معين او يقاضي الجهات المسؤوله عن هذه القنوات اللي تسرب البيانات، هذا معناه انه راح يفقد يا اما وظيفته يا اما حياته. يعني الوضع الامني في العراق هش لدرجه بان الحكومه لا تستطيع ان تحمي مواطن عراقي واحد من بطش الميليشيات، وقد يكون مقتل يعني هشام الهاشمي الله يرحمه هو موضوع يعني اللي صار يوم امس ونقض قرار اعدام المتهم بقتله، هذا اكبر دليل ان الحكومه غير قادره على محاسبه حتى من يرتكب جرم المدان. طيب، الرفض من قبل الميليشيات لحظر تطبيق التليجرام الى اي مدى يكشف عن حجم الصراع داخل ميليشيات الاطار واللي هي اصلا انبثقت منها حكومه السودان؟ صحيح، هنالك صراعات انكشفت حقيقتها رغم محاوله التغطيه من كل ابواق الاطار التنسيقي اللي تحاول ان دائما تبين للراي العام بان الاطار التنسيقي متماسك وتحالف اداره الدوله باكمله هو متماسك، لكن حظر التليجرام وردود الفعل اللي صدت من قاده هذه الميليشيات بين مؤيد وبين معارض وبين مهدد وبين ساكن، هذا بين لك حجم الخلافات اللي موجوده داخل الاطار التنسيقي، بحيث انها لا تستطيع ان توحد وجهات نظرها تجاه ما جرى يعني من خلال حظر تطبيق التليجرام. لذلك الخلافات موجوده وقد تزداد مع قرب انتخابات المجالس المحليه، وهذا الامر وارد جدا، وحتى وصولهم الى درجه التصفيات فيما بينهم ايضا وارد في المرحله. نعم، من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الاستاذ بهاء خليل، شكرا جزيلا على هذه المداخله.